قضية الهجرة هي واحدة من بين القضايا الأساسية التي تعيش الخلافات الأوروبية على وقعها في هذه الأثناء. جانب من هذه الخلافات أو ربما الاختلافات في وجهات النظر إن كانت المفردة أكثر خفة فيما يخص توصيف الواقع الذي تعيشه أوروبا في هذه الآونة. الخلافات الأوروبية بدأت بامتعاض أوروبي تحديدا من بعض دول الجنوب وعلى رأسها إيطاليا التي تقول إنها تتحمل نيابة عن أوروبا مساحة أكبر بكثير مما كان يتعين أن تتحمله، خصوصا ما تنوء به جزيرة لامبيدوزا التي تقول التقارير إن أعداد المهاجرين والذين بطبيعة الحال أغلبهم من المهاجرين غير النظاميين باتت تفوق أعدادهم أعداد سكان جزيرة لامبيدوزا بالأساس. خلاف آخر بريطاني فرنسي فيما يخص التزام بريطانيا المفترض تجاه فرنسا بتعهدات مالية لضبط مسألة الهجرة غير النظامية من الأراضي الفرنسية إلى بريطانيا من خلال بحر المانش. لكن بريطانيا في حد ذاتها باتت تشكل نموذجاً مختلفاً أو آخذ في التشكل بصورة مختلفة فيما يخص التعامل مع قضايا الهجرة ومع الامتزاج العرقي والثقافي المختلف داخل القارة الأوروبية. وزيرة الداخلية التي تظهر قدراً كبيراً من التشدد سويلا بريفرمان، وهي ربما للغرابة هي أصلاً تنحدر من أصول مهاجرة من أبوين مهاجرين، تتعامل بقدر كبير من الحدة تحت مظلة حكومة ريشي سوناك الذي ينحدر بطبيعة الحال أيضاً من أصول مهاجرة. الحدة التي تتعامل معها سويلا بريفرمان تقول ربما في نقد وصف بأنه لاذع للغاية يخص السياسة الأوروبية فيما يخص التعددية العرقية، ليس الأمر فقط مرتبط بالنظر إلى الهجرة لكن في مردودها. تقول بريفرمان إن النظر الأوروبي في امتزاج التعدديات العرقية في المجتمعات الأوروبية لا يبدو أنه أثبت نجاحاً واضحاً، وهذه كانت إشارة لتغير في السلوك البريطاني للتعامل مع الهجرة. من قبل ذلك كانت الحكومة البريطانية في موضع انتقادات بالجملة على خلفية خططها الرامية لإبعاد عدد من المهاجرين إلى الأراضي الرواندية من خلال سفينة كبيرة، وهذا ربما هو موضع تقاضي حتى هذه اللحظة في بريطانيا. ما الذي يتغير في نظر بريطانيا فيما يخص الهجرة؟ ما الذي يتبدل في ضوء نظر بريطاني جديد وربما يكون أوروبي أوسع نطاقاً فيما يخص التعامل مع الهجرة، فيما يخص الذوبان العرقي المختلف؟ وهل يتعارض هذا مع مفهوم أوروبي جديد لضبط المجتمعات وضبط تركيباتها الديموغرافية؟ أم إن الأمر قد يكون له علاقة مباشرة أو ربما غير مباشرة مع دغدغة عواطف التيارات اليمينية في أوروبا التي تظهر أيضاً تنامياً ملحوظاً في غير موضع أوروبي؟ هذا سيكون موضوعاً لنقاشنا من بين نقاشاتنا الرئيسية في هذه الحلقة وحلقة جديدة من هذا المساء.